تواصل القافلة العلاجية التابعة لمديرية الصحة بأسوان أعمالها بقرية القفطية التابعة لمركز دراو لليوم الثاني على التوالي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذا وقد تم توقيع الكشف الطبي على 1006 من المترددين على 10 عيادات تخصصية مختلفة، حيث تم صرف العلاج بالمجان والذي يتوافر منه حوالي 95 نوعا، كما تم تحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفى الجامعي لإجراء جراحات مختلفة. القوافل العلاجية المجانية هدفها الوصول بالخدمة الصحية للأماكن المحرومة والمناطق الأكثر احتياجا في ظل مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة. القوافل الصحية المجانية عبارة عن مستشفى ميداني متحرك بيضم أكثر من 10 تخصصات طبية مختلفة. معانا 2 معمل، معمل الطفيليات ومعمل الدم. معانا صيدلية في أكثر من 100 صنف بالمجان. بيتم توقيع الكشف الطبي على السادة المواطنين وأهلنا وناسنا بالمجان. بيتم توقيع الكشف الطبي عن طريق الأخصائي في كل تخصص أو الاستشاري في كل تخصص. لو محتاج علاج دوائي بيتم صرفه من عندنا من الصيدلية هنا بالمجان. محتاج أشعة، محتاج تحليل بيتم عمله هنا بالمجان. لو محتاج تدخل سنوي أعلى من كده، محتاج تدخل جراحي، محتاج أشعة مقطعية، محتاج أشعة رنين مغناطيسي، محتاج منظار أو من أصحاب الأمراض المزمنة، بنوجهه لأقرب مستشفى تابع لمديرية الشؤون الصحية وبنستصدر له علاج، إقرار علاج على نفقة الدولة. أشكر السيد عبد الفتاح السيسي على وجود القافلة في ناحية القفطية وضواحيها، وجميع العلاج مجاني، ودكاترة ذو أخلاق وقدمة ومعامل تحاليل.